أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أعلنت مجموعة سوليديرتي القابضة عن استحواذها رسميا على حصة مسيطرة في شركة الأهلية للتأمين بلغت 71.4% في صفقة قدرها 10,700,000 دينار. وبموجب الصفقة سيتم دمج عمليات شركة سوليديرتي للتكافل مع أعمال شركة الأهلية للتأمين على أن تحول الأهلية من النشاط التقليدي إلى النشاط التكافلي الإسلامي، مع الإبقاء على إدراج أسهمها في بورصة البحرين. ومع إتمام عملية الدمج سيصبح الكيان الجديد من بين أكبر 3 شركات تأمين على مستوى المملكة. ومن المتوقع أن يرى النور بصيغته النهائية مطلع العام المقبل 2018، مع استهداف حصة سوقية تتجاوز 13% من صناعة التأمين المحلية. وقد أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة سوليديرتي القابضة خالد جناحي أن الصفقة تعتبر جزءا من سياسة المجموعة للنمو وسعيها الدؤوب لاقتناص فرص التوسع الواعدة في سوق التأمين على الصعيدين المحلي والإقليمي. أولا السوق يعني النشاط بيزيد عندك، أولا ثانيا أن بيكون عندك حتى تدريب الشباب اللي بيشتغلون معك بيكون أكثر، وفي نفس الوقت بيساعد الآخرين لأن كله في الأخير هو موضوع كومبيتيشن. إنزين، ففي مؤسسات ثانية بتفكر نفس الطريقة. إنزين، أظن الاستحواذ هذه كان أول استحواذ من 25 سنة أو شيء من القبيل. يعني إن شاء الله نشوف استحواذات جديدة في البحرين، كانت في المؤسسات المالية، البنكس، البنوك، ولا حتى شركات التأمين. كمجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين إحنا سعداء وفخورين بأن إحنا إن عملية الاستحواذ من قبل سوليديرتي جروب تمت بنجاح، وأصبحوا أكبر مساهمين في شركة الأهلية. ونظن ان هاي الموضوع مفيد وجيد الى اعمال أهلية للتأمين، ويعطيها ثقة اكبر في المستقبل وقدرة اكبر للتنافس في سوق البحرين الصعب. في خبر محلي آخر، قال رئيس شعبة الموارد المالية بشؤون الجمارك حمد بوحجي بأن نظام التحويلات المالية الإلكتروني الجديد نجح في إنجاز 160 معاملة دفع إلكتروني لعملية التخليص الجمركي منذ ديسمبر 2016 وحتى منتصف يناير الجاري. جاء ذلك في ورشة عمل أقامتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية لتعريف بنظام التحويلات المالية الإلكتروني، حيث ترك ركزت معاملات النظام الجديد على أول أسبوعين من شهر يناير الجاري لتستحوذ هذه الفترة على ما نسبته 88% من الإجمالي. وقد أوضح بوحجي أن شركات تخليص المعاملات كانت الشريحة الأكبر المستفيدة من طرق الدفع الإلكترونية عبر نظام التحويلات المالية الإلكتروني الجديد. الجدير بالذكر مشاهدينا أن النظام الإلكتروني للحوالات المالية كان واحدا من المطالب الرئيسية للجنة قطاع النقل والمواصلات بالغرفة خلال السنوات الماضية، حيث يسمح بآليات الدفع الإلكتروني لعملية التخليص الجمركي للمخلص المصدر أو المستورد دفع الضريبة الجمركية مباشرة عبر الإنترنت، وذلك دون تكبد عناء التوقف لدى أمين الصندوق في المنفذ الجمركي وتقليص فترات إنجاز المعاملات وتيسير تخليص إجراءات التجار. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.